في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار، قطع حديد، إلا صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها فيكوى بها جنبه، وفي رواية عند مسلم جنباه وجبينه وظهره حتى يقضى بين العباد في تلك المدة، يعذب إلى أن يقضي الله عز وجل بين العباد، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ويصح ضبطها بناء على ما لم يسمى فاعله، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.